الأسئلة اللي اتكررت قبل كده خاصة بالجزء النظري. طيب بننتقل بعد كده للفصل الرابع والأخير في الجزء النظري اللي هو شركات الأموال. عندنا السؤال ال17 بقى، ال17 السؤال ده بيقول لي: وردت بعض النصوص في القانون رقم 159 لسنة 81 بخصوص توزيع الأرباح في شركات الأموال، بين مضمون تلك النصوص وخاصة فيما يتعلق بالآتي. الإجابة تلاقيها موجودة عندك، أنا بس بحب أنبه على حاجة معينة، إن المواد دي لازم، المواد والقانون لازم أكون حافظهم كويس، يعني لازم أكتب دي في الامتحان، لأن هو ممكن تطلب، وهو ما ورد بالمادة 191 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 81. يبقى السؤال ده لازم أكون حافظ المواد دي كويس، المادة 94 أو المادة 91، لازم أكتب السؤال بالشكل اللي قدامي ده. طيب السؤال الأخير بقى خالص اللي هو: ناقش باختصار القواعد العامة لتوزيع الأرباح في الشركات المساهمة. القواعد العامة هم موجودين قدامك، 8 قواعد بالشكل ده. طيب ده الجزء النظري في اللي القسم الأولاني اللي هو المراجعة. نيجي بقى للحالات العملية في الجزء الأولاني، جزء المراجعة. الحالات العملية دي مهمة جدا طبعا، هيجي لك منهم حالة في الامتحان. الحالة الأولى ودي مهمة جدا جدا جدا، اللي هي عن الأوراق المالية. عن الأوراق دي المالية، لو قرأنا السؤال ده هتلاقي المطلوب منك إبداء رأيك في المعالجة المحاسبية. يبقى أنت هنا لازم تقول رأيك في المعالجة المحاسبية اللي اتعملت قدامك دي. طب تعالى نقرأ الحالة الأولى دي ونشوف الدنيا تمشي إزاي. عند قيامك بمراجعة حسابات إحدى الشركات المساهمة، اتضح لك بصفتك مراجعا أن هناك استثمارات أوراق مالية قيمتها 200,000 جنيه مدرجة في الميزانية كحساب واحد. أدي أول غلطة، إن الأوراق المالية مدرجة في الميزانية كحساب واحد. طبعا كلنا عارفين إن إحنا بنقسم الأوراق المالية لأوراق مالية بغرض الاحتفاظ أو السيطرة على شركات تابعة، وأوراق مالية بغرض المتاجرة أو البيع. الأوراق المالية بغرض الاحتفاظ أو السيطرة دي بيكون ضمن الأصول الثابتة، لكن الأوراق المالية اللي بغرض البيع أو المتاجرة دي بيكون ضمن الأصول المتداولة. يعني المفروض إن الاستثمارات أو الأوراق المالية بعمل لها حسابين في الميزانية، اللي هو حساب الأصول الثابتة وحساب الأصول المتداولة. طيب لو جينا نقول رأينا في المعالجة المحاسبية أو المسألة اللي قدامنا دي، المسألة اللي قدامنا دي أو الحالة دي فيها خطأين رئيسيين. ده الخطأ الأولاني إحنا اتكلمنا عنه، اللي هو إن المحاسب أدرج الاستثمارات كحساب واحد في الميزانية. المفروض إن هما يكونوا كام حساب؟ حسابين، أصول ثابتة وأصول متداولة زي ما إحنا كاتبين هنا. طيب فتعتبر الاستثمارات اللي هي في البند رقم واحد دي ضمن الأصول الثابتة. ليه ضمن الأصول الثابتة؟ قيمتها الإسمية 120,000. ليه؟ لأنها استثمارات في شركات شركات تابعة، يبقى دي تعتبر ضمن الأصول المتداولة ونحطها في الميزانية ب 120,000. أما الاستثمارات التانية والاستثمارات التالتة دي تعتبر أصول متداولة. بالنسبة للاستثمارات اللي هي في رقم اتنين دي، قيمتها الإسمية 30,000 والسوقية 40,000، ودي شكل سندات. السندات طبعا ضمن الأصول المتداولة، فالقيمة الإسمية هنا أقل من القيمة السوقية، فبالتالي أنا ما بكون لهاش مخصص وتعتبر ضمن الأصول المتداولة. ثلاثة، استثمارات في شكل رأس مال شركة الفلاح قيمتها الإسمية 50,000 وقيمتها السوقية 54,000. لاحظ إن القيمة السوقية أكبر من القيمة الإسمية أو قيمة الشراء. وقد قامت الشركة بشراء أسهم وسندات شركة الفلاح لتحقيق مكاسب. خلاص يبقى دي تعتبر ضمن الأصول المتداولة، يبقى السندات ضمن الأصول المتداولة، وشركة والأسهم لتحقيق مكاسب دي ضمن الأصول المتداولة. يبقى رقم واحد تاني أهو، يبقى رقم واحد دي ضمن الأصول الثابتة لأنها استثمارات في شركات تابعة، رقم اتنين ضمن الأصول المتداولة لأنها في شكل سندات وقيمتها السوقية أكبر من قيمة الشراء أو القيمة الإسمية، رقم تلاتة دي تعتبر ضمن الأصول المتداولة وقيمتها الإسمية 50,000 لأن أنا شاريها بغرض تحقيق مكاسب وقيمتها السوقية أكبر من قيمة الشراء أو القيمة الإسمية. يبقى دي أول غلطة، أول غلطة من وجهة نظري إن هو عملهم في حساب واحد، المفروض إن هم يكونوا حسابين. الحساب الأولاني الأصول المتداولة وفيه الاستثمارات اللي قيمتها الإسمية 120،
الحساب التاني الاصول الثابته اسف، وفي الاستثمارات كميه 120. الاصول المتداوله فيها الاستثمارات ب 30000 وب 50000. طيب الخطا التاني اللي المحاسب اخطاه او الاداره اخطاته هو تكوين مخصص للاستثمارات الاولى، هو تكوين مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه بمبلغ 10000، وقد ظهر المخصص ايضا مطروحا من حساب الاستثمارات في الميزانيه. هنا رقم 4 متعلقة برقم 1، ده الخطأ التاني. رقم 4 متعلقة برقم 1، إن هو كون مخصص هبوط أسعار أوراق مالية للاستثمارات اللي في البند رقم 1 لأن قيمتها السوقية أقل من قيمتها الإسمية أو من قيمة الشراء بمبلغ 10000 جنيه. المفروض هنا ان هي دي اصول ضمن الاصول الثابته لانها استثمارات في شركات تابعه، لا يكون لها مخصص في جميع الاحوال سواء كانت القيمه الاسميه اكبر او القيمه السوقيه اكبر. ده الخطأ الثاني. هتلاقي الاجابه عندك زي ما احنا قلنا كده بالشكل اللي احنا قلناه بالظبط، هو الخطأين موجودين هم دول الخطأين الرئيسيين اللي في المساله. وفي النهايه لازم تكون الميزانيه في الشكل اللي قدامنا ده، اصول ثابته وأصول متداولة. الأصول الثابتة بنحط فيها الاستثمارات اللي في رقم 1، والأصول المتداولة بنحط فيها الاستثمارات اللي في رقم 2 ورقم 3، طبعا بنحطهم بالقيمة الإسمية. دي الحالة الأولى. الحالة التانية برضو جت في امتحان قبل كده، اللي هي المعالجة المحاسبية لعملية استبدال الأصل. طبعا احنا عارفين ان عملية استبدال الأصل احنا بنفتح لها حسابين. بص على الإجابة، بنفتح على حسابين، حساب الآلة القديمة وحساب الآلة الجديدة وحساب ثلاث حسابات آسف، وحساب مخصص استهلاك الآلة القديمة. الحساب بتاع الآلة القديمة الأول بنحط فيه التكلفة التاريخية للأصل ب 100000، بنحط فيه مصروفات الإزالة، ده في الجانب المدين. في الجانب الدائن بنحط مخصص الاستهلاك، وبنحط الأجزاء المباعة من الأصل القديم، وبنحط كمان الأجزاء المحولة للأصل الجديد. والفرق أو المتمم بيطلع عندي في المسألة هنا خسائر، وبتروح حساب أرباح وخسائر. تاني حساب بفتحه هو حساب الآلة الجديدة. حساب الآلة الجديدة بجعله مدين أو بخليه مدين بثمن شراء الآلة الجديدة، مصروفات التركيب، الأجزاء المحولة إليها من الأصل القديم. بجمع التلاتة دول بيديني 127. ال 127 بنيه للناحية التانية طبعا متمم، وده الرصيد اللي هيظهر في الميزانية. آخر حساب عندي هو حساب مخصص الاستهلاك اللي هو ب 70000، وهيظهر الرصيد أول فترة 70000 في النهاية. طيب الحالة التالتة هي المعالجة المحاسبية برضو لعملية التعديل في الأصل، ودي شبيهة جدا 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 أو تعتبر نفس الحالة التانية. برضو بفتح حسابين، حساب الآلة ثلاث حسابات، حساب الآلة القديمة بنفس الكلام اللي احنا قلناه، وحساب الآلة الجديدة، وحساب مخصص الاستهلاك. الحالة الرابعة دي هي كبيرة شوية، واحنا جايبين فيها كل الحاجات اللي هي في الاربع فصول او الاجزاء العمليه اللي في الاربع فصول. طبعا الحاله العمليه دي الرابعه هي حاله استرشاديه، ممكن يجي لنا بنود من دي في المساله اللي تيجي في الامتحان. هم 9 بنود طبعا في الامتحان، بيكونوا مثلا 6 او 5 او 7 على حسب يعني. هتقرا حضرتك كل حاله من دول، وهتلاقي ابداء الراي موجود فيها في الاجابه. والكلام ده طبعا احنا شرحناها في المجموعة، فركز على الحالة الرابعة دي كويس اوي. يعني الاربع حالات اللي في الحالات العملية حالات في منتهى الاهمية. 9 نقاط زي ما حضرتك شايف كده، والمعالجة المحاسبية السليمة هتعتبر او موجودة ضمن الاجابة. فاقرأهم واهتم بالحالات العملية كويس جدا، ونشوفكم إن شاء الله في الإيه، أو نقابلكم في الجزء الثاني اللي هو